متنوعة. عيد تحرير سيناء بالتأكيد كل مصري بيحتفل في البيت، بيحتفل بمشاعره الخاصة. مفيش مصري إلا إنه في هذا اليوم تحديدا، حتى الناس كانت اعتادت تقعد في البيوت وتشوف الأفلام اللي بتعبر عن انتصار أكتوبر اللي كان التلفزيون المصري قديما بيعرضها على المشاهدين، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية المختلفة والمتنوعة. سيناء التي استعدناها بالدماء، لا يمكن أبدا أنه هذا اليوم عيد تحرير سيناء يكون يوما للانقسام أو يكون يوما لمحاولة اختطاف الانتصار واختطاف مناسبات وطنية. ولذلك كما أكدنا لكم من قبل، كان اختيار اليوم ليس صائبا فيما يتعلق ببعض القوى اللي دعت للتظاهر، حتى لو من أجل قضية فيها العاطفة بتتغلب، عاطفة التشبث بالأرض، وهي قضية تيران وصنافير. حتى لو كانت الدعوة حسنة النية عند البعض، لكن في سوء نية عند البعض الآخر ممن يحاولون اختطاف هذه الحالة العاطفية عند البعض، وممن يتوهمون أن بإمكانهم استعادة اختطاف الثورة من جديد واختطاف الشارع من جديد. الناس تصدت لأي محاولة بالاحتفالات، برفع الأعلام المصرية وبالأغاني الوطنية وبالاحتفالات في الشوارع. لكن كمان كان في بعض المظاهر المتعلقة بمواجهة المظاهرات هنشوفها، لكن تعالوا نشاهد أولا احتفالات المواطنين في الشوارع، ميدان عابدين وميدان مصطفى محمود، وطبعا في عدد كبير من الميادين في كل محافظات مصر. تعالوا نبدأ أولا بالاحتفالات في ميدان عابدين. جايين نهنئ انفسنا ونهنئ مصر والشعب المصري بعيد تحرير سيناء، سيناء اللي ارتوت بدم الشهداء. احنا بنحتفل بعيد تحرير سيناء 25 ابريل من كل عام، وهو رجوع ارض سيناء كامله لينا. موجود النهارده عشان نحتفل بالمناسبه الجميله ديت، وكمان معايا اهلي كلهم ووالدتي واخواتي، وبنحتفل النهارده بيوم جميل جدا، يوم عظيم جدا طبعا. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال. أنا موجود النهارده عشان عيد تحرير سيناء الرابع والثلاثون، وربنا يديم علينا نعمة يا رب، حفظ الأمن والأمان في مصر، وربنا يخلينا الريس. كل التحيات من قلبي ومن بيتي ومن ولادي لكل عسكري موجود دلوقتي بيحارب او موجود عشان يدافع عننا دلوقتي على حدود سيناء. احنا جايين نحتفل النهارده باليوم العظيم دوت علشان احنا انتصرنا على اليهود، وعقبال ما ننتصر على الاخوان اللي في البلد كلها من جوه ومن بره. هنشوف معاكم ونشاهد تباعا الاحتفالات في الشوارع والميادين. والحقيقة ان بعض المواطنين اللي جات لهم الفكرة في محاولة صد اي محاولة من جماعة الاخوان وحلفائها ومن بعض القوى السياسية المتحالفة معاهم من اختطاف الشارع من جديد او محاولة تشويه هذا اليوم، فقالوا هذا اليوم يجب أن يكون يوما احتفاليا. وبالتالي هنا نزول الناس للاحتفالات بهذا الشكل في الشوارع بيتمشى مع أعيادنا الوطنية، وأيضا في
الحالة اللي عند الناس انك يمكن ان تصد اي محاولة لاختطاف الشارع واي محاولة للتآمر. وبعضهم يجي في ذهنه كده يقولك انه هنوريهم حجمهم يعني باحتفالاتنا في الشوارع. كان في بعض المظاهر اللي انت يمكن ان انت تتوقف عندها وتقول هي سلبية ولا ايجابية. يعني بعض المتظاهرين واحنا دايما بنؤكد هنا واحنا بنناقش قضية جزر تيران وصنافير يجب ان نناقشها واحنا بنضع في الاعتبار حاجتين. واحد عدم الاساءة للعلاقات بين مصر والسعودية لان من الطبيعي من حق السعودية انها تطالب بالجزيرتين ومن حقنا ايضا ان المجتمع يبقى فيه هذه الحيوية ويبقى فيه هذا الخلاف. الحاجة التانية انه مفيش حد يخون سلطة انحازت للإرادة الشعبية في ثورة 30/6 واستعادت هوية مصر. ممكن تتكلم عن تقديرات سياسية خاطئة، ممكن تتكلم عن أخطاء سياسية. بعض المواطنين رفعوا الأعلام السعودية اليوم وكأنهم عاوزين يقولوا للمتظاهرين في الجانب الآخر، إما هنا بقى أنه عاوز يوصل رسالة الجزيرتان سعوديتان، وده الحقيقة يبقى خطأ عند المتظاهرين، أو أنه عاوز يوصل رسالة بأن العلاقات المصرية السعودية لن تمس، وده الحقيقة تبقى رسالة نبيلة ونقية. المشكلة أنه في يوم مثل هذا اليوم وإحنا بنؤكد دائما على عمق العلاقات بين مصر والسعودية وأنه حتى اللي بيتشبثوا بالأرض عليهم أن يضعوا في الاعتبار عدم الإساءة للعلاقات، لأن في سنوات المحنة اكتشفنا أصدقائنا من أعدائنا والسعودية وقفت إلى جانبنا في سنوات المحنة في مواجهة الإرهاب وجماعة الإخوان. لكن المشهد بالشكل اللي احنا بنشوفه مخلي البعض يعني هنا يقول ترفع العلم السعودي تكون آمنا، إنما هتقول أنا هشارك في المظاهرات فلن تكون آمنا يعني. وبدأت بعض التعليقات بهذا الشكل. صحيح الناس بسيطة ويجب إن احنا نتعامل مع مشاعر الناس أيضا على إنها مشاعر نقية، لكن ممكن يبقى عندك التحفظ إن في يوم مثل هذا اليوم انك يعني تبدي اي ملامح واي مظاهر لا علاقة لها بالاحتفالات باعيادنا وبالاحتفالات بعيد تحرير سيناء. وده اتضح حتى في جملة بتقولها ست، هي ست بسيطة بتعبر عن عمق حبها للعلاقات بين مصر والسعودية بهذا الكلام اللي البعض بقى بياخده على اعتبار انه شوفوا الناس وصل بيهم الحال الى ايه. انا بشوف ان دي مشاعر فياضة باتجاه العلاقات بين مصر والسعودية. صحيح الست يعني المشاعر يعني هنا العقل لا يتغلب، وهتلاقيها بتقول كلام ان احنا حتى مستعدين ندي الاهرامات للسعودية. ده طبعا كلام يعني ليس صحيحا وليس مقبولا، لكن في كل الأحوال نتعامل مع بساطة الناس ونقول لهم إنه من الخطأ وإنت بتواجه وتواجه مظاهرات بيحاول البعض اختطافها لتفتتنا وإحداث انقسامات إنك تستخدم ترفع أي أعلام تانية أو تستخدم جملا وتعبيرات من اللي هنسمعها الآن. اما ياخدها الملك سلمان، الملك سلمان وقف معانا في عز الشده، واللي بيتزايد وبيقول دي مصريه، طب هي مصريه بقى واحنا اديناها للملك سلمان وهنديه، ولو طلب الاهرامات هديله الاهرامات وابو الهول وام الهول، هو يامر احنا نديله لو عايز. طبعا كلام بيتاخد في كل الأحوال ده ليس مقبولا، ومصر ما بتديش لا أرضها ولا حضارتها لحد مهما كان التقدير للعلاقات. لكن الناس هنا ببساطتها بأن العاطفة عندها هي اللي بتقودها، لكن نقول للناس حتى خلي بالك من كلامك
في يوم مثل هذا اليوم انت كمان ممكن انك تثير مشاهد انقسامية بهذه المشاهد. هي حتى السعودية التزمت الصمت تماما وقالت ان هذا الخلاف يتعلق بالأوضاع داخل مصر، لكن ان البعض هنا يرفع أعلاما سعودية في مواجهة مظاهرات محتملة معظمها لم يتم، يعني هنشوف بعض المشاهد البسيطة، فده كان خطأ كبيرا مع تأكيدنا على ان وانت بتناقش هذه القضايا لن نعود لمحاولة التأثير على العلاقات بين مصر والسعودية من جديد، بالإضافة إلى الكلمات اللي ممكن نسمعها من البعض. تعالوا نرجع تاني قبل ما نشوف إيه اللي حصل في حزب الكرامة تحديدا. قادة وأعضاء الحزب وبعض القوى السياسية بيتهموا الأمن بحصار المقر، وقبل كمان ما نشوف بعض المشاهد اللي حدثت في الشوارع اليوم، نرجع تاني للاحتفالات ونشوف الاحتفالات في ميدان مصطفى محمود. بنحيي مصر كلها على العيد الجميل اللي احنا بنعيشه النهارده، عيد تحرير سينا. كل اهالينا واخواتنا اللي استشهدوا في سينا جايين نحييهم النهارده ونكرمهم على اليوم الجميل اللي احنا اللي خلوا البلد بامان وفي امن اللي احنا عايشين فيه حاليا. انا نازله النهارده عشان اوجه رساله للشباب كلها، وعايزه اقول لهم احنا في تقدم، واحنا السنه ده 2016 كانت احلى من 2015، و2017 هتبقى احلى واحلى. احنا النهارده موجودين بنحتفل بعوده سيناء لمصر، وارض مصر كلها غاليه علينا. الشعب المصري دول لازم يخلي باله من البلد، خلي باله، في خونه وما زال في خونه معانا هنا، في عارفهم، بس ربنا اللي هو ايه حافظ مصر، بحب مصر. احنا بنحتفل بيوم من اسعد الايام لينا، وجميع المدرسين في إدارة العجوزة كلهم نازلين مشاركة وحبا لسينا والرئيس عبد الفتاح السيسي. نازلين النهاردة طبعا لأن ده يوم من أعظم أيام مصر الحبيبة، إن احنا بنهني الشعب المصري كله بعيد تحرير سينا. احنا هنا كلنا رجالة التربية والتعليم كلهم هنا العشرين إدارة تعليمية، بداية من الواحات لحد ما عدنا. احنا قلنا الواحات ممكن ما تجيش، لكن هم عشان فرحتهم معانا جم معانا، من الواحات لحد منشية القناطر عشرين إدارة تعليمية رجالتها معانا، نقابة ومجلس أمناء ومعلمين وفي أولياء أمور معانا، لأن لازم كلنا نحتفل باليوم الجميل اللي احنا فيه ده. أنا نازلة بشارك مع المصريين كلهم في ذكرى تحرير سينا، ذكرى جميلة ومات فيها شهدائنا وشبابنا وولادنا وستاتنا ورجالنا وكل حاجة، وبنقف في ظهر البلد من كل حاجة، بنقف في ظهرهم علشان نبني ونطلع بمصر وما نبقاش زي البلاد التانية. النهاردة عيد تحرير سينا، يوم جميل في مصر ويوم جميل في حب مصر، ولازم الشعب المصري كله ينزل ويحتفل بقواتنا المسلحة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر ويعيش السيسي. حضرتك حريص على انك تنزل دايما في احتفالات سينا؟ طبعا، احتفالات القوميه كلها، احتفالات سينا واحتفالات اكتوبر اللي بتذكرنا ببطولات جيشنا العظيم، جيش مصر العظيم، اكبر دوله عربيه، الدوله اللي هي بتحمي الوطن العربي كله. هنتجول معاكم في كل الأحداث اللي حدثت اليوم، ما هو سلبي منها وما هو إيجابي، وزي ما انتم شايفين دي المشاهد منذ قليل. الاحتفالات ما زالت مستمرة حتى الآن في ميدان عابدين، والبعض بيقول لي كمان أمام دار القضاء العالي، واحتفالات في كل مكان. استعادة سينا تستحق الاحتفال، وهذا اليوم لا يجب أن يكون يوما انقساميا. حتى القوى السياسية اللي دعت للتظاهر في هذا اليوم كانت مخطئة، اختيار التوقيت مهم جدا، مناسبة وطنية يتجمع حولها الجميع
ليس مناسبا ليس لائقا ان يوضع البعض في مواجهة الامن او يبقى فيه نوع من الصدمات، لكن في كل الاحوال كمان ليس مقبولا انه يبقى فيه اي تجاوز من قبل اجهزة الامن اذا كانت هناك تجاوزات. هنحاول ان احنا نشوف ايه اللي حصل معاكم خلال الاحداث اللي تمت اليوم، ودي الاحتفالات ما زالت مستمرة.